ونذهب. وأيضا ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي فراس رضوان أوغلو، ومن حماة الكاتب الصحفي عمر رحمون. أبدأ معك سيد فراس رضوان من إسطنبول، يعني تقييمك للوضع الحالي وكيف يتم معالجة هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت بالجنوب التركي، يعني وحاليا بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 284 شخصا لقوا حتفهم في هذه الكارثة. طبعا اولا يعني كل التعازي لكل الذين ذهبوا ضحية في هذا الزلزال، سواء في سوريا او تركيا او في اي مكان ضربه هذا الزلزال. الوضع حقيقة ليس جيدا، ممكن ان نقول ان الكارثة كبيرة، سواء الاحوال الجوية السيئة التي تضرب تركيا وربما ستضربها اكثر في الايام القادمة من ثلوج وامطار ودرجات حرارة باردة جدا، والرياح ايضا يوجد رياح عاصفة في كثير من المناطق في تركيا. أيضا النقطة الثانية، المساحة الواسعة الكبيرة التي ضربت فيها ولايات متعددة إلى يعني من الجنوب وحتى الجنوب المتوسط الشرقي إلى الغرب، حتى مرسين تقريبا لتلك المنطقة كلها تأثرت بهذا الزلزال. يعني قبل قليل توقف ميناء جيهان عن العمل، مطار في عين تاب وفي هطاي أيضا متوقفان بسبب هذا الزلزال. الأوضاع حقيقة سيئة، عدد المباني الكبيرة التي هدمت، الآلاف بل عشرات الآلاف من السكان الذين هم خارج الأبنية في هذه الأجواء السيئة، رغم يعني فتح كثير من الصالات الرياضية وغيرها من المراكز وغيرها، لكن أنا أظن أن الوضع سيء. والدليل على ذلك أن وزير الداخلية طالب بأن تكون هناك قبول للمساعدات الدولية، أي المرحلة الرابعة من الحالة الطوارئ. طبعا تركيا نعم لديها يعني قواعد كثيرة، قواعد قوية في مسألة الطوارئ هذه ويسمى بآفات، لكن حقيقة الوضع أكبر من الجميع بسبب أيضا. هل برأيكم يعني المساعدة الدولية المطلوبة تفوق الدعم الطبي وفرق الإنقاذ؟ هل هناك يعني مطالب ربما يجب أن تطلبها الحكومة التركية من المجتمع الدولي؟ أنا أظن الآن بدأت المطالب ببعض المساعدات الطبية أولا، أظن في هذا السياق. بعد ذلك ربما وفق ما صدر أيضا من روسيا بأن هناك طائرتان جاهزتان للإرسال فيها طاقم جيد لإضفاء المساعدة، أنا أظن سيكون هناك توزيع في هذه المساعدة، لأن أيضا منطقة الشمال السوري التي تتواجد فيها القوات التركية والمعارضة السورية أيضا هي بحاجة إلى المساعدة، إذا لابد من توزيع كثير من الجهود. الحقيقة الوضع سيء عند الجميع، أتمنى ألا تحضر السياسة في مسألة المساعدة لكل الأطراف في هذا الوقت الحالي، لأن الكل متضرر، الكل بحاجة إلى المساعدة. لكن أنا أظن أن هناك طائرات جاهزة حسب ما سمعت من أذربيجان قد تصل في أي لحظة، كما أذاعت أيضا روسيا، ربما دول الجوار. في المرات السابقة تم عرض المساعدة من قبل بلغاريا واليونان، هذه الدول المجاورة لتركيا. أنا أظن ممكن حتى جورجيا أظن في هذا السياق، ربما هذه الدول قد تبدأ ببعث أو إرسال طائرات المساعدة إلى المناطق التي يحدد لها، وبعد ذلك سيتم طرح هذه المساعدة. طبعا أظن الجيش الآن هو داخل في هذه عملية المساعدة، لأن الكارثة حقيقة واسعة وكبيرة في الجنوب التركي والجنوب والجنوب الغربي أيضا. نعم سيد رضوان، يعني لماذا لم يتم التعاطي بطريقة مختلفة؟ يعني منذ بضعة أيام كان هناك تحذير ربما من بعض الخبراء الجيولوجيين أنه إسطنبول أو تركيا والجنوب التركي تحديدا سيتعرض لزلازل ونكبة، خصوصا أنه تركيا أساسا موجودة على خط زلازل نشط، يعني والأمر معروف. يعني كيف لنائب رئيس التركي أن يقول يجب استباق الزلزال قبل حصول الزلزال، وبالتالي ليس هناك مراحل استباقية، ليس هناك آليات لاستباق الزلزال؟ يعني قبل فترة قامت يعني الدولة التركية بكافة يعني محافظاتها قبل أظن أقل من شهر التدريب على حالة الزلازل، وتم إرسال ذلك عبر الرسائل، وتم يعني كما يسمى ب يعني تطبيقات
عملية على أرض الواقع في حال حصول زلزال وتم تطبيقه بشكل كبير. لكن أنا أظن أن هذه المشكلة ليس حلا كافيا. هناك مشكلة كبيرة في الداخل التركي هي الأبنية القديمة وكلها مصممة بشكل ليس مضاد للزلازل. كان هناك مشروعا كبيرا جدا في تركيا لإعادة ترميم كل هذه الأبنية أو إعادة بنائها من جديد، لكن أظن لم ولن يكتمل حاليا هذا المشروع. طبعا هناك أسباب اقتصادية ضربت في تركيا، أظن أوقفت هذا المشروع، أوقفته بمعنى بطأته، ليس أوقفته، وما زال مستمرا هنا في إسطنبول في مناطق أخرى. ولكن حتى وزير عفوا نائب الرئيس التركي السيد أقطاي قال أن الاستعداد للزلزال بين الأبنية وتغيير هذه الأبنية هو الأهم أظن في المراحل القادمة لتركيا، لأنها هي على كما تفضلت واقع على خط زلزالي كبير. ربما كان هناك توقعات ليس في الجنوب، يعني ربما في مناطق بحر إيجا في الغرب وربما في الشمال والشرق التي تضرب فيها الزلازل بشكل كثير، لكن هذه المرة حقيقة جاءت من الجنوب، ويعني ربما كانت فيها من الصدمة، إضافة إلى أنه هو زلزال بحد ذاته كارثة كبيرة. أنا أظن كل كثير من الإجراءات هذه لابد أن تتخذ، رغم أن كمنظمة آفات أو الطوارئ للزلازل وغيرها من الآفات التي تحصل الكوارث الطبيعية هي منظمة قوية جدا كبيرة جدا في تركيا، لديها كافة الاستعدادات والماديات، لكن أظن الوضع في الجنوب يعني أكبر حقيقة من التوقعات، ولذلك تحتاج تركيا الآن مساعدات. يعني برأيكم يعني في هذه الحالات أين ترسل تركيا هؤلاء السكان؟ يعني ما هي المناطق التي ستؤوي هؤلاء السكان بعد مغادرتهم المناطق المنكوبة؟ يعني طبعا هناك يعني ربما ثلاثة حلول أو أكثر، لكن لنقل الحلول الثلاثة. الأولى هي هناك للناس الذين لديهم أقارب قد يبقون عند أقاربهم. النقطة الثانية الدولة ستفتح و كل مؤسساتها الرياضية، المدارس، لأن تم إعلان عن عطلة دراسية لمدة 10 أيام في المدارس في الولايات العشر الجنوبية. الحل الثالث هو أظن أن إنشاء ما يسمى بالسكن المؤقتة أو الشوادر الكبيرة أو الخيام الكبيرة، لكن لا أعلم هل هذه ستفيد في أحوال جوية مثل هذه، ربما هبوب رياح وأمطار أو ما شابه ذلك. يعني لا يوجد الآن سوى هذه الخيارات السريعة بالنسبة لردء هذا الصدع. طبعا عندما نتكلم عن آلاف أو عشرات الآلاف الذين هم خارج بيوتهم يحتاجون إلى الماء الساخن، الطعام والحساء والحساء وغيرها، هذا أيضا يحتاج أظن إلى مجهود كبير، ولذلك أظن دخل الآن الجيش التركي مع المنظمات آفات وغيرها في المساعدة في هذا الشكل. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لك.